هذا الموضوع هذا ديال الطلاق من المواضيع اللي بالنسبه لنا حنا اللي كنشتغلوا في البرامج الاجتماعيه من المواضيع اللي كنطرقوا لها بزاف، وتلاحظوا ان الحالات تختلف، كل حاله ما تتشبه الحاله اخرى، وبعض المرات كنتفاجئوا بنسب الطلاق اللي حنا غادي نشوفوه هنا من خلال هذه الحصه، من خلال هذه لا كونفرنس، واش هي فعلا في ارتفاع كيف ما بعض الناس تيقولوا. وكنلاحظوا بانه هناك جهل كبير بالقانون، هذا الشيء علاش معنا ناس اللي غادي يوضحوا لنا هذه الامور. السلام عليكم، بدعوة كريمة من لجنة المناصفة التابعة لمؤسسة دوزام، جيت باش نساهم في واحد الموضوع اللي هو مجتمعي هام جدا، كيتعلق بالآثار الاجتماعية والاقتصادية اللي كتعاني منه الزوجة ما بعد الطلاق. نحاول نبين من خلال هذا الموضوع اشنا هي الاثار الاقتصاديه، يعني المداخله ديالي غتمحور حول هذا، نبين شنو الضمانات اللي كاينه في التنفيذ، مثلا في النفقه، التنفيذ اش تقدر دير، مثلا دير التنفيذ، دير الحجز، او نعطيو نبذه على صندوق التكافل الاجتماعي اللي هي واحد المبادره، يعني خص يوقع التحسيس بها، يعرفوا الناس شنو المستجدات ديالها، خاصه هذه اللي ظهرت من بعد 2017، يعني حيث تم تبسيط المسطره وتوسيع دائره المستفيدين. هذا من جهه، ومن جهه اخرى غنحاولوا نجاوبوا على جميع الاسئله اللي غتطرح في حدود الخبره المتواضعه اللي دوزناها في مجال يعني المحكمه الاجتماعيه، يعني القضاء الاسره. كنشارك في هذه الندوه حول الاثار الاقتصاديه والاجتماعيه على المراه فيما يخص الطلاق، يعني وضعيه الهشاشه التي قد تمر منها المراه المغربيه عندما تطلق، كذلك المسألة ديال انعدام سكون ابل لو مونك دو بوفوار، ما كيبقاش عندها، حيت الولاية الشرعية كتعطى للأب، والأب إلى ما بغاش ولا رفض أنه يسلم الرخصة والموافقة لذاك الإبن باش أنه تسجل مدرسة معينة، يدير جواز السفر، يسافر مع الوالدة ديالو، فهو من حقه أنه يرفض. إذا كتصطدم الأم المرأة المغربية بهذه المشاكل. إذا غادي نتكلموا إن شاء الله على مسألة الولاية الشرعية، هل يجب اقتسامها بين الأم والأب في حالة وقوع الطلاق؟ شنو هما الشروط اللي تقدر تقتسم إلى ما الأب ما نفذش الالتزامات الملقاة على عاتقه؟ غنشوفوا المسألة أخرى ديال المادة 49 من مدونة الأسرة المتعلقة بذاك العقد المدني الذي يتعلق بالأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية، واش ممكن أنه يتفعل كنموذج. غنهضروا على المسألة ديال السلم، يكون هناك واحد لو باغي واحد السلم بخصوص احتساب النفقة والتعويضات المخولة للمرأة في حالة وقوع الطلاق. إذا هادو كثير ما يتقال على الآثار الاقتصادية والاجتماعية اللي من كيبقى الهاجس الوحيد هو أن الأطفال، هذوك الأطفال راه وليداتنا كاملين، حنا كمغاربة خصنا نشوفوهم كأنهم هما الجيل الغد، وخصنا كلنا مسؤولين باش نبينوا المجتمع المدني. حنا كرجال قانون راه حنا كنعتبروا نفوسنا من المجتمع المدني، وخصنا نوجدوا لهم باش يكونوا غدا صالحين في هذا المجتمع، والا راه غنكونوا غدا كلنا مسؤولين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.